اسمحوا لي ارحب في البدايه باسم حضراتكم بضيف الكريم الاستاذ شريف الشباشي. خلينا نقول تعتل في البدايه رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي الاسبق لمده 4 سنوات. اهلا بيك استاذ شريف. اهلا يا استاذ. شفت ازاي مهرجان الجونه وتقييمك له ايه؟ هو يعني مهرجان الجونه اولا يعني بدايه كده كمدخل الراي فيه اما ناس بتنتقده انتقاد شديد جدا وتقول ده مهرجان فاشل وده سيء للغايه وظهروا عرايا وفضيحه وقبولات على المسرح، يا اما ناس تقول ده اعظم شيء وده احسن من مهرجان كان ومفيش احسن من كده. والسحر والجمال والبحر الاحمر وتنظيم ما حصلش. بالظبط كده. الحقيقه دائما تكون بين الايه؟ النقيدين. النقيدين. فهو عشان نبتدي نقول ايه؟ ايه هي معايير تقييم اي مهرجان في العالم؟ معايير او مقاييس تقييم اي الفيلم الافلام بصفه عامه في معيارين. اولا المعيار التجاري. يعني ايه المعيار التجاري؟ يعني الشباك. الفيلم ده دخله 1.5 مليون واحد يبقى فيلم عظيم جدا جدا. نعم. فيلم ما حدش دخل ويبقى فيلم سيء جدا. يعني لو قلنا العائد المادي هو ده ممكن يكون مقياس من بالضبط كده. لا المقياس المقياس اساسي. في معيارين بقول. يا الشباك يا معيار بقى المهرجانات. يا المعيار الفني. المعيار الفني اللي هو النقاد الجوائز والمهرجان. زي فيلم باب الحديد، بس بنحاول نفسر ان فيلم باب الحديد ما جابش فلوس على الشباك ولكنه كسر الدنيا في المهرجانات ونال نجاح كبير. بالضبط كده. فيلم بين السماء والارض. محدش دخل. ولا انام لم ينجح جماهيريا. ولا انام نعم. لم ينجح. نعم. بعد كده اتضح انها افلام فنيا راقيه جدا. فهناك من يعتقد ان التقييم التجاري هو اهم تقييم. احنا وهناك من يرى العكس. وهناك من يرى ان التقييم الفني اهم. طب حاسس ازاي برضه نشوف